الموقف الحالي صرنا نعتبر الجزء اللي هو غرب قناة السويس الوادي كله وضع، والوضع في سيناء وضع تاني خالص. الوضع في الداخل نقول عليه الوضع الداخلي. الوضع الداخلي هو عايزين الغرب، العدو بتاعنا اللي هو الغرب ومعاه التيارات الدينية. أيوة. زي الإخوان، زي حماس، بتدعمها أو مسنداها بلاد زي تركيا وزي قطر. فده بس عشان نفهم مين العدو بتاعنا. الغرب أساسا، وكل دول ديول ليه أو صوابع ليه في إيده. الوضع الداخلي هو عايز يعيش الدولة في حالة لا أمن ولا فوضى، حتى لأن المؤسسة الغرض منها لا أمن ولا فوضى، ولا فوضى في نفس الوقت. ليه؟ عشان خاطر ده يهز المؤسسات من جوه، فلذلك بيتبع أعمال إرهابية. بعد ما فشلت عملية الاعتصام بتاع رابعة والنهضة، وإن تبقى يعني تيار جارف، فابتدت تبقى أعمال منفصلة وأعمال يعني ما نقدرش نقول إن هي أعمال قتالية، لا نقول أعمال إرهابية. ما هو لما يقطع طريق، لما يعمل مظاهرة محدودة، لما يعمل فوضى في الجامعات، لما يعطل كهرباء، أبراج كهرباء أو محطات كهرباء أو أي حاجات من المرافق، هو ده بيعملها على أساس إن الآخر فاهم إن الشعب هيقوم ويهب. ما يعرفش إن الشعب واعي كويس قوي وواثق في جيشه، وكفاية المنظر اللي قدامه بتاع سوريا وليبيا والعراق واليمن. فمن هنا الشعب متماسك وصعب انه يهز مؤسساته، لكن هو مستمر في هذا العمل. نيجي بقى الوضع في سيناء. الوضع الاول اللا فوضى، يعني هل من مصلحة برضو دول بتدعم الارهاب دلوقتي ان مصر تسقط لا قدر الله ويحصل فوضى اكبر في المنطقة، ولا هما بيفكروا في ايه؟ ما تنسيش حضرتك ان هو كان قاب قيسين او ادنى يحقق حلمه في مصر ان تتقسم ولايات، خمس ولايات اسلاميه، وكان ماشي ده ماشي مع الهوس الديني ان الولايات الاسلاميه. ما يعرفش هو ان هو لما هيعملها يعني كده فتت مصر، ولذلك ما كانش همه يقول لك شويه تراب هنا شويه تراب هناك، واللي يطلع يقول طز في مصر. فدي يعني كان وضع قائم.